أبنائي بناتي طلائع الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في لقائنا هذا، داعين الله عز وجل أن يجعله دائما لقاء خير وبركة. ميز الله تعالى الإنسان بالعقل وكرمه بالدين وأعلى درجته بالعلم، وإذا كان الإنسان يسعى في مناكب الأرض يبتغي فضل الله في الرزق، فواجب عليه أن يفكر ويتأمل ليصل إلى حقيقة الحقائق، وهي أنه لا إله إلا الله. والإيمان القائم على العلم هو الذي يسمو بالإنسان ويرقى به إلى الكرامة الحقيقية. فالإسلام دين العلم، وأول سمة تميز بها هو العلم. فأول آيات نزلت من كتاب الله كانت أمرا بالقراءة، في قوله عز وجل في سورة العلق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. فهيا بنا أبنائي بناتي نواصل السير على درب المزيد من العلم والمعرفة، ونستبصر عظمة الخالق عز وجل في أنفسنا، وذلك من خلال لقائنا مع الأستاذ الدكتور محمد بهاء السكري، أستاذ وظائف الأعضاء بكلية طب بنين الأزهر. البرنامج أساسا موجه إن هو بيعرض مواهب الأولاد سواء في مجال حفظ القرآن الكريم أو أي مجالات أخرى في الكمبيوتر. بنستضيف طبعا آباء الشهادات العامة سواء أزهرية أو عامة. الطلائع طبعا بيتغيروا طبعا من زمن لزمن، لكن هو البرنامج قائم على فكرة تنمية المواهب وعرض المواهب، وأيضا إعطاء الأبناء قيم إسلامية رفيعة، وتحقيق وترسيخ فكرة الانتماء للوطن. فهذه الأشياء ثابتة، يعني عندما تتحدث بها طبعا في أبناء لا يستمعون إلى إذاعة القرآن الكريم حاليا، بس لهم فكر معين، بس هم حريصين أن يكونوا من المواهب اللي بتظهر في إذاعة القرآن الكريم. فالأولاد إحنا كده كده طبعا بتتعدد. بالعكس أنا في الماضي كان بتقابلني موهبة في إعدادية بيتكلم أحسن من وقف ثانوية أو خريج جامعة الآن، يعني كنت أقدر أجري معهم حوار ويستطيع أن يتحدث عن القرآن الكريم بصورة أقوى. عندما أقول له هل وجدت صعوبة مثلا في حفظ القرآن الكريم جنب دراسته، يقول بقى شاف كان زمان واحد في أولى إعدادي، طالب في أولى إعدادي، قال لي ربنا سبحانه وتعالى قال في كتاب الكريم: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ويعني ربنا بييسر للي عايز يحفظ القرآن حفظ هذا القرآن الكريم. فطبعا دلوقتي بالعكس انا اقابل بابناء حافظين القران الكريم، عندهم مواهب في الاجتهادات في الالقاء، لكن عشان تجري معهم حوار ازاي بيعامل والديه، يعني حوارات بسيطه لا يستطيع ان يتحدث جيدا. من خلال البرنامج طبعا تحقيق فكره الانتماء للوطن. طبعا احنا بنواكب جميع الاحداث القوميه والتاريخيه، ذكرى تحرير سلماء، استلام طابة، نصر اكتوبر، خلالها بنعرف طبعا بعوامل الانتصار والايمان ودوره في الحاجات دي. الولاد برضو انا نفسي بحب اعرف كل حاجه حلوه في مصر، انا فعلا بحب مصر جدا، واشرف ان انا تحت منظومه الاعلام المصري اعمل في رحاب منظومه الاعلام المصري في شبكه القران الكريم. فانا الولاد اخذت لهم اعرفهم بمصر كصروح علميه، نزلت اكاديميه البحث العلمي والتكنولوجيا، سجلت مع رئيس الاكاديميه، اتكلمنا عن الاكاديميه ودورها في دعم الباحثين، وفي الاكاديميه لها دور كبير، وعندهم جهاز براءات الاختراع، اي طالب عنده اختراع ممكن طبعا يعمل له براءه اختراع، بس طبعا بيدفع رسوم، فالمفروض يكون منضم تحت لواء اي نادي علوم هو اللي بيدفع له رسوم تسجيل براءه اختراعه. وعرفت الولاد ازاي يسجلوا براءات اختراعهم من خلال البرنامج. زرت الشبكه القوميه للمعلومات لاكاديميه البحث العلمي والتكنولوجيا، عرفنا الولاد يعني ايه شبكه قوميه للمعلومات وقواعد بيانات،
هو اختيار الاولاد دول بيتم من الله؟ لا ده انا دلوقتي كماده علميه بسجل مع ضيوف. الولاد اختيارهم هم بيحاولوا يتصلوا باذاعه القران الكريم او عن طريق سويتش الاذاعه. احنا عايزين نسجل في برنامج الطلائع، احنا حافظين القران. ازاي بيجيلكم اتصالات؟ اه ايه قال يعني انا تليفوني في الشبكه المتاح، لو اي حد اتصل بيقول له اتصل بمدام وفاء او مدام زينب يونس لانها بتشاركني في تقديم الولاد. تمام. 89 ما فيش اي مشاهير مثلا طلعت طلعوا بقى؟ اه في الدكتور فوز، الدكتور عبد الرحمن، احد الطلاب كنت بسجل معهم، حاليا مدرس بجامعه الازهر وضيف ودكتور طلائع معاصره. اه فكان ضيفي في طلائع الايمان، برضه مذيعين في صوت العرب كانوا ضيوفي في طلائع الايمان. كثير من الصيادله والاطباء من خلال برنامجي بعرف بعد كده هم وصلوا لايه، فكانوا ضيوفي في برنامج طلائع الايمان. فاحنا كمان في الحرص على تقويه الانتماء عرفتهم بالمركز القومي للبحوث. ايه هو المركز القومي للبحوث؟ سجلت مع رئيس المركز او نائب رئيس المركز ساعتها في اثنائها، اتكلمنا ازاي المركز وفر على مصر عمله صعبه بتصنيع الالياف السيليوزيه ودور ده في توفير العمله الصعبه. سجلت حاجات للولاد كمان غير زياره الصروح العلميه، عملت برضو نعرف اهم المساجد بمصر واهم سماتها المعماريه. المسجد مثلا اللي على شكل قلة المقلوبه ده كان في عصر ايه الدكتور؟ من خلال طبعا تسجيل مع استاذ بكليه الاثار الاسلاميه. المسجد اللي القمه بتاعته على شكل القلم المصري. البرنامج نفسه رساله. الى جانب ان انا بستضيف عن المواهب في الابتهالات وبستضيف دكتور احيانا استاذ في معهد القراءات بيقيم تلاوات الابناء، يعرفهم اهم عيوب التلاوه، اهم احكام التلاوه اللي وردت في الايات. بستضيف الوافدين ووضح دور الازهر في رعايه الوافدين، وضحتها من خلال طلائع برضو الايمان. خدنا ايضا في برنامج طلائع الايمان في مجال تعميق الانتماء للوطن، عملنا زياره لمدن مصر المختلفه واهم العلماء اللي طلعوا من كل محافظه واهم سمات المحافظه الحضاريه السياحيه. البرنامج ده هو بيحط النشء. ايوه فهو واخد النشء من جميع جوانب، يعني انا برضو مش سايباهم، يعني انا مش بس بتكلم في الحاجات دي، لا ده احنا يا اولاد الاسلام دين العلم وربنا ميز الانسان بالعقل والانسان مطالب ان هو يبحث. هنستضيف بقى النهارده وفي انفسكم افلا تبصرون، بستضيف استاذ فطر يوضح لي عظمه الخالق عز وجل.